كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم غنحضر معكم طاجين بلدي دايز والكلام بالحيمه واللوبيا. وكما كتعرفوا اللحم كيتماشى مع اللوبيا، كتجي لذة رائعه. واول حاجه خديتها هي اللوبيا طريه، نقيتها مزيان وغسلتها، وهنا بابا الله يعطي صحيحته معاوني. غنحتاجوا اللحم على حسب الاستطاعه او الموجود او على حسب عدد الاشخاص اللي عندنا. انا اختاريت هذا المقدار. وبالنسبه للعطريه غنحتاجوا جوج فصوص ديال الثوم، شويه ديال القرفه، البزار، الخرقوم عرق، سكينجبير والملحه، تقريبا نصف ملعقه صغيره من كل حاجه، اربع حبات او ثلاثة ونصف ديال البصله، الزيتون والحامض مصير، ربيطه ديال القزبر، صافي وزويته بلديه. طبيعه الحال اللوبيا ديالي من بعد ما غسلتها مزيان وسقطرتها، اول حاجه غنديرها هي انني غنقطع البصله كامله، عندي انصاف دوائر حتى نكمل هذيك الكميه كامله اللي عندي. ممكن نتوما ديروها شرائح صغيره، المهم كل واحد على حسب شنو كيفضل. درتها انصاف دوائر كما كتشوفوا، حتى كملت هذيك الكميه كامله اللي عندي. فرشت العويدات ديال القزبر على الطاجين. بالنسبه للطاجين ان كيف ما كان النوع ديالو راه تيحرق، غير باش ما يشدش لينا في البصله واللحم فرشت ليه هذوك العويدات ديال القزبر. صافي وكنفرش هذيك الكميه كامله ديال البصله، وما تخلعكمش ان الكميه كثيره، كما كتعرفوا البصله راه كتذوب وما كتبقاش هذيك الكميه كامله، وهي مرقتها منها، يعني ما غاداش نزيد نقطه ديال الماء في هذا الطاجين. صافي وكنوضع مباشره هذوك الحيمات فوق البصله. كيف ما قلت لكم المقدار اللي بغيتو نتوما او على حسب عدد الاشخاص اللي معاكم، يعني هذا طاجين ديال 4 ديال الناس، يعني هذيك المقدار ديال اللحم راه كافي. نقطع هذيك الربيطه ديال القزبر اللي كتكون طبيعه الحال حتى هي طريه، كندير تقريبا نصف ديالها فوق اللحم مباشره هي والثومه اللي كنحكها، او كتقطعوها صغيره، المهم اللي متوفر عندكم. صافي وكديرها مباشره فوق اللحم باش كيتبل حتى هو، وكاين اللي ما كياكلش الثومه او ما كيبغيهاش في الماكله، ممكن كنحتاجو غير باش تبل لينا الحيمات، وكتطلق هذيك البنه ديالها في الطاجين. صافي وكنستف مزيان هذيك اللوبيا اللي عندي، هذيك الكميه كامله، وتا هي ما تخافوش منها لان تا هي غادي تطيح تبال، يعني بحال البصله. الطريقه ديالي في العطريه البنات، انا كناخذ ربع كاس ديال الماء، ما كنفوتوش لان كما قلت لكم الطريقه ديالو منه، يعني بهذيك البصله اللي درت فيه لانها كثيره بزاف، ما غاديش نضيف ولا نقطه ديال الماء غير هذا الربيع ديال الكاس اللي غادي نخلط فيه العطريه كامله، وغنكبو بحال هكا من فوق ديال الطاجين. وكل وحده ثاني والطريقه ديالها في التتبيله ديال الطاجين ديالها، كاين اللي كتبل من التحت، كاين اللي كتشحر الطاجين او كتقلي هذوك الحيمات. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي، يعني ساهله وسريعه دغيا وكتجي زوينه. وكاين اللي غتقول لك غتبقى لي قامه الفوق، لا بالعكس، لان الطاجين مسدود عليه وداك البخار كينزل هذيك العطريه كامله لتحت حتى من الحيمات كيتبلوا، يعني راه كيجي هائل. يعني عن تجربه انا هادشي دائما كنديرو. صافي وكندير هذاك القزبر من الفوق، وكنستف هذوك الزويتينات اللي عندي، وهذيك الحامضه مصيره غنحطها من الفوق بحال هكا خويط ديال زيت العود او زيت البلديه، غندوزو حتى من الفوق، وغادي يكون الطاجين ديالي جاهز باش نحطو على البوطه باش يطيب. وغنوضعو على نار مهيله كيف ما غتشوفوا معايا، وغتخليوه يطيب على خاطر خاطرو. وهنا غيبقى لي الوقت الكافي باش نوجد الشرموله ديالي اللي شفتو في اول فيديو، يعني غي نخليه ياخذ يعني الوقت الكافي ديالو. وهذا هو الطاجين ديالي. صافي غنغطيه وغندير اما شي حاجه ديال العود او معلقه ديروها ما بين الغطا ديال الطاجين والطاجين من التحت، باش ملي تطلق هذيك المرقه ديالو ما تفيضش ليكم على البوطه كما شفتوا معايا دابا، يعني العافيه مهيله. ودابا غندوز للشرموله اللي كتجي لذيذه بزاف كما كتعرفوا، شرموله ديال الخيزو راه كتجي زوينه. خديت ربعه ديال الحبات ديال الخيزو، غسلتهم مزيان وغنجرهم. صافي وغنقطعهم قطع صغيره كما غتشوفوا. انا بعدا كتعجبني بزاف شرموله ديال الخيزو، علاش؟ لان هي الخيزو زعما فيه واحد الحلاوه، وملي كنتبلوه يعني بالعطريه كيجي واحد اللذه رائعه، يعني راه كتجي شرموله زوينه. انا من بعد ما نجرت هذيك الكميه كامله عاودت غسلته، وغادي نقطعو المربعات صغيره كما غتشوفوا معايا.
بعد ما كملت الكميه اللي عندي غناخد كاسرونه ندير فيها هذاك خيزو اللي قطعت وغندير عليه الماء. الا كان الماء مغلي يعني يفضل انا ديرو ماء مغلي صافي، وكديروا شويه ديال الملح وكتخليوه يتسلق على خاطره. ناخد هذيك الفلفله كنشويها على البوطه صافي، ملي كتشوى وكتولي يعني واجده كنديرها في بلاستيك وكندعكها بحال هكا في يدي وما كنغسلهاش، لان الا تغسلت يعني مهم هكا كيبقى المذاق ديالها احسن، وهذه افضل طريقه بالنسبه للفلفله مشويه. صافي كنوضعها على جنب من بعد ما غنقطعها. غندوز دابا للشرموله ديال لي طوماط سوغيز، غنقطع لي طوماط سوغيز على جوج، ممكن تخليوها نتوما صينه حتى هي كتجي زوينه وكتبل مزيان. صافي غنبقى نقطع يعني غنقطع الكميه اللي عندي كامله كما شفتوا، وغندير شويه ديال القزبر مليحه والبزار الكمون وثومه يعني تكون شويه كبيره اللي حكيتها. صافي كما شفتوا خويه ديال زيت العود، نفس التتبيله او نفس العطريه درتها للشرموله ديال خيزو، غير الاضافه اللي زدت واحد المعلقه صغيره او نصف ملعقه ديال الحار. وهذا هو الطاجين ديالي وشرموله من بعد ما وجدوا، كما كتشوفوا راه كيجيو هائلين وسيرتو الطاجين جلدي لذيذ بزاف. اما الشرموله راه ما نقولش لكم، راكم عارفين الشرموله ديال لي طوماط سوغيز وديال خيزو كيفاش كيجيو رائعين. وانا هنا قدمتهم مع شويه ديال الزيتون كحل والزيتون احمر بحال هكا وشويه ديال الهريسه. ونتمنى الوصفه ديال اليوم او الطاجين ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساونيش البنات من بارطاجي الفيديوهات ديالي ومن لي جيم ولي كومونتير زوينين كيما مالفين. وشكرا بزاف بزاف على المشاهده والمتابعه والتشجيع ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.